السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة تكنولوجيا وفائدة. في هذا الفيديو راح أشرح طريقة إزالة التشويش أو الضجيج من المقاطع الصوتية، وراح أستخدم البرنامج المجاني أوداسيتي. هذا هو البرنامج. يفتح البرنامج بهذا الشكل، استخدامه سهل. أولا نضغط على ملف ثم فتح، نجلب المقطع الصوتي اللي بدنا نزيل التشويش منه. راح أختار هذا المقطع الصوتي، نضغط فتح. بإمكاني تغيير حجم مخطط عرض الأمواج الصوتية. هذا مقطع صوتي سجلته وفيه ضجيج وتشويش، راح نحاول نسمعه ونقارن قبل وبعد إزالة التشويش. أول خطوة لازم نتأكد أن الراوتر الخاص بنا يدعم في بي إن. ندخل إلى إعدادات الراوتر بكتابة أي بي إعدادات الراوتر 192.168.1. أول خطوة لازم نتأكد أن مثل ما سمعنا المقطع الصوتي يحتوي على تشويش، ولإزالة هذا التشويش الطريقة سهلة. أولا نحدد جزء من المقطع الصوتي الذي يحوي على تشويش، بعدها نضغط على تأثير ونختار تقليل الضجيج. بإمكاني التحكم بمقدار الديسيبل لتقليل الضجيج، وبإمكاني التحكم بالحساسية، ثم نضغط اجلب وصف الضجيج. بعد أن قام البرنامج بجلب وصف الضجيج، نحدد كامل المقطع الصوتي كترول A أو نحدده يدوي بالماوس. بعدها نرجع ندخل على تأثير، نختار تقليل الضجيج ونختار حسنا. ننتظر حتى يقوم البرنامج بإزالة الضجيج. الآن بعد إزالة الضجيج راح أشغل المقطع الصوتي وبإمكاننا نقارن قبل وبعد. أول خطوة لازم نتأكد أن الراوتر الخاص بنا يدعم في بي إن. ندخل إلى إعدادات الراوتر بكتابة أي بي إعدادات الراوتر 192.168.1. أول خطوة لازم نتأكد أن الراوتر مثل ما تشاهدون ومثل ما سمعنا الفرق جدا شاسع بين قبل وبعد إزالة التشويش. البرنامج مجاني بإمكاننا تحميله من الموقع الخاص بي أوداسيتي. البرنامج يعمل على الويندوز ويعمل على الماك ويعمل على اللينوكس. إذا أعجبك الفيديو اضغط إعجاب ومشاركة واشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.